السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي خواتي اخوتي، مرحبا بكم على القناة ديالكم اللي كنت قاسم معكم فيها كل شيء. واليوم غادي تشوفوا معنا واحد الخرجة درجة انا والاصدقاء ديولي، خرجة هنا في دكالة، وغادي نشوفوا خيرات البلاد، خيرات دكالة، وكيف ما كيعرف الجميع دكالة بلاد الخير، بلاد الجود والكرم، بلاد اللي تمشي ليها بيدك خاوية وترجع بيدك عامرة. صراحة راه معروفة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. رجعنا لكم خطره اخرى الخوش، ومره غادي نخليكم مع بعض الفيديوهات، وخطره غادي نشرحوا لكم. بحال دابا بغيت نقول لكم هذه نتقاسمها معكم، هذه راه ارض كامله تبارك الله كيف ما كتشوفوا، ارض كبيره، وشو تبارك الله الكبر ديالها قداش، الله يصلح المولاها. هذه راها بطاطا، بالنسبه للناس اللي ما عارفينش باللي ما كيميزوش ما بين بطاطا وخيزو ولا شي حاجه، هذه راه بطاطا وكاين خيزو في الجهه الاخرى اللي من لهيه. هذه راه ما بقى ليها والو، ان شاء الله غادي مولاها غادي يجنيها، راه قريب باش وصل. كيف ما كتشوفوا الخضوريه ديالها، وعندهم دكالة هنا صراحة، كاين واحد التراب اللون ديالو اسود وتقريبا خالي من الحجارة، اللي كتميز على باقي المناطق والجهات في المغرب. وبالنسبة لهاد البلاد راه جاش مجاورة للسكة الحديدية، راه هنا كيف ما كتشوفوا راه في الجانب ديالها السكة الحديدية، وهذه راه بلاد وحدة أخرى، هذه اللي هنا كيف ما كنشوفوا الأخرى كان داير بها الشباك أو الفيني كيف ما كنقولوا، وهادو الأصدقاء ديالي كيتمشاو هنايا. المهم خرجة زوينة صراحة، نخليوكم مع بعض الفيديوهات، راه الأصدقاء ديولي راه ماشي هما كيستمتعوا بهاد الطبيعة وبهاد الخرجة الزوينة. وكنتمنى هادشي اللي كنديروا هنا الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالتشجيع ديالكم باللي لي زابوني وبلي لايك وبتفعيل الجرس، واللي بغى يكومونتي خلي شي كومونتير زوين تحفيزي يحفزنا، وراه ما غتخسر والو، راه صراحه احنا راه كاملين كنتعاونوا مع بعضياتنا، وكيف ما كتشوفوا هنايا راه حنا راه كنتقاسموا معكم اي حاجه، خرجنا مشينا درنا اي بلاصه مشينا ليها راه غادي نتقاسموها معكم. راه هاد القناه راه ما بقيناش كنحسبوها قناه ديالي، راه ولات قناه ديالنا حنا كاملين كنتقاسموا معكم فيها كل شيء. وبالنسبه لاي بلاصه مشينا ليها راه غادي نوريوها لكم. وهنا راه دكاله، جينا لدكاله راه صراحه كيف ما كتشوفوا هادي ثاني راه بلاد وحده اخرى، فين ما مشيتي كتلقى الفلاحه صراحه، كاين الاراضي الفلاحيه بزاف. هذه راه بطاطا هنا راه كبيره حتى هي البلاد، هنا راه ما بعيداش على المدينه، راه ما كيبان لك الديور.
هذه راه في الجنب ديال المدينة وفيها الفلاحة، ما بالك بالبلادات البعاد خارجين على المجال الحضاري بزاف بعد عليه. صراحة فلاحة زوينة، خضورية زوينة، كل شيء زوين، الناس كيرحبوا بيك كيف ما سبق وقلت لك، كتمشي بيدك خاوية، كتمشي انت باغي الدور كترجع بيديك عامرين صراحة. اللي ما جاش لدكالة راه ما غاديش يفهم هادشي اللي نقول ليه، واللي سبق ليه زار دكالة راه غادي يعرف باللي راه دكالة بلاد الخير وبلاد الكرم وبلاد الجود، وتقدر تكون ناديز يعيطوا لك تشرب اتاي تاكل معاهم، عندهم هنايا البقر، عندهم كيف ما كتشوف هاد العجل باقي صغير، وهاد البقرة هادي تبارك الله، الله يخليهم لمولاهم، راه هنا في جنب الطريق، راه ماشي بعيدة على المدينة ولا شي حاجة، راه كاين الفلاحة، كاين تربية المواشي، تربية ديال الأبقار، كل شي صراحة، كل شي في جنب الطريق ماشي بعيد، وكاين هنايا واحد الخيام ديال الدجاج، ما صورنا ما والو الخوت، هادوك الخيام ديال الدجاج كانوا بعاد واحد شوية، كانوا قاطعين السكة من الجهة الأخرى، داكشي علاش ما صورناهمش ليكم، وخطرة أخرى لا جينا هنا راه نصوروهم، وحنا راه اكتفينا بهذا الشيء اللي شفنا، راه الله يجعل البركة، راه دكالة صراحة بلاد الخير وبلاد الجود، وكنشكروا واحد الناس اللي ما كنعرفوهمش كاع، كنا دايزين وقالنا غتشربوا معانا كاس اتاي، وجلسنا معاهم وشربنا اتاي، واحد الجلسة كانت 100% بلدية، هنا فين واقفين الأصدقاء ديالي راهم هنا، الجلسة كانت تماك، جالسين وحداك الأبقار، حداك الدجاج، حداك الأغنام، جلسة كيف ما سبق وقلت لك 100% بلدية، وأتاي طيب على العواد كيف ما كتشوفوا البرادة، و الجلسة فينا يا الكيسان، الكراسة هما د الصنادق هما اللي كنا جالسين عليهم، صراحة والله لا جلسة جميلة، البرادة هو كل شي طيب على العواد، وكنشكروا هاد الناس، وكنقولوا لهم الله يكثر خيركم، وراه الدكالة راه معروفة بالجود والكرم، وكيف ما كتشوفوا هنا راه كل شي تقريبا خضر، راه هاد الشي راه ما بعيدش على المدينة، المدينة بينها وبين هاد البلاصة غير شانطي. الخوش رحنا رجعنا دابا للحي ديالنا، مهم ما سخيناش بدوك الاجواء وديك الخضوريه وديك الطبيعه، واحد الشميشه كانت زوينه صراحه ما تقدرش تسخى بيها، وتقاسمنا معاكم داكشي، وكنتمنى داكشي يكون نال الاعجاب ديالكم، ودابا حنا راه وصلنا لتقريبا تقريبا، ولكن مازال ما ساليناش الفلوغ، غادي نبقاو غادي ان شاء الله للدار ان شاء الله، وكنتمنى هذا الشيء اللي كنديرو ينال الاعجاب ديالكم، وهنا كيف ما كتشوفوا واحد المشيشه، كما سبق قلت لكم هذا الشيء نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالجيم وبالتحفيز ديالكم، راه صراحه راه بيكم نتوما حنا باش غاديين، راه ما يمكنش الانسان كيشم غادي بوحدو، راه ضروري كيخصو العوين
باش يوصل لشي حويجات. المهم كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم وما تبخلوش علينا باشتراك، وكن نضرب لكم موعد الفلوق واحد اخر. ومع السلامة، الى اللقاء اخوان. شكرا.